مريم شعورك؟ متوترة لأن دا تشوفين حيدر دا يطبخ؟ دا يتأخر. يلا نتمنى لهم كل التوفيق. اختبار اليوم كان عن البرجر. البرجر أنا اختاريت البرجر الكلاسيك، واهتميت بالنسبة الدهن باللحم. كان الوزن اللي اختاريته 125 غرام و25 غرام دهن. التتبيلة كانت مالتي عادية، مرت اجتهد هواي. دائما الشيف عرفان مقولته أنه بدون فلسفة، فخليت بهار اللي هو الفلفل الأسود، بابريكا شيء قليل، باودر ثوم. واستخدمت نصيحة الشيف عرفان مرة ثانية، قال تستخدمون زيت هواي بالمقلاة المشية فعلى مود تعطيني الشكل. فكنت إذا لاحظتوني استخدمت الفرشات وخليت على مود أعطيها اللشعة اللي بالبرجر. والشيف السوادي منع عنا استخدام أي صوص، فصار الاختبار جدا صعب. أنا اليوم مدى الطبخين ومدى تنافسيهم؟ لا. يلا الحلقات الجاية لازم تنافسين. اليوم كان عندنا همبرجر، تراها ما سويت سيرش عليها، ما توقعت انه الطعم، ما سويت اول شيء التيست، لان انا مشتغل قبل همبرجر اسوي تيست، بس هسه ما مسويت التيست. الملح والفلفل الاسود كان قليل جدا. اشتغلتها بطريقه عاديه، يعني قست اللحم 130 غرام للية.